حضرت رواية طبيب أرياف للأديب والكاتب الكبير المنسي أنديل، واحدة من سلسلة روايات محطوطة في مكان قيم جدا وسط الروايات المصرية والروايات في العالم العربي بشكل كبير جدا. الرواية بيتقال إنها المفروض كانت تتكتب من 30 سنة أو يزيد، لما صاحب الرواية اتخرج من كلية الطب واستلم شغله في الأرياف، بدأت حياته ومتابعته كطبيب في الأرياف واتصالاته بالريف المصري في ذاك الوقت في أواخر السبعينات. تفاصيل مختلفة وحكايات مختلفة يتذكرها بطل الحكاية أو كاتب الحكاية دكتور محمد المنسي أنديل. سعيدة جدا بوجودك. الله يخليك. سعيدة بوجود الكاتب الكبير دكتور محمد المنسي أنديل، وسعيدة بروايتك الجديدة طبيب أرياف. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكم. هل صحيح إن الرواية دي كان زمنها الفعلي مفروض تتكتب من 30 سنة؟ 33 سنة. هذا التصحيح. 33 سنة. اتأخرت شويتين ليه بقى؟ هو كتابي الأولاني اللي هو اسمه انكسار الروح كان بيحكي عن طالب طب في مدينة المحلة الكبرى بيحاول يلاقي طريقه للمستقبل، والمحلة الكبرى مدينة لا خصوصية، مدينة عمالية وسط ريف ساكن، فمليئة باضطرابات باستمرار ومشاكل يعني. فكان المفروض بعد ما اكتب الرواية الأولانية والطبيب يتخرج يروح الريف زي كل الأطباء لما كان أيامنا كان في تكليف يعني، وأنا فعلا رحت الريف واشتغلت في الريف، ولكن ما قدرتش اكتب الرواية لأن كانت الأحداث قريبة قوي، ولأن انشغلت بأشياء تانية أخيرة يعني. كنا دايما نقعد مع نجيب محفوظ في قهوة ريش يقول لنا لازم توسعوا فرشة الرواية العربية المصرية، مش لازم كلها تدور في الأحياء والأزقة والحاجات زي ما هو بيعمل يعني. هو كان بيتنبأ إن هيطلع فيه جيل يقعدوا يقلدوه ويكتبوا زيه. صح. أنا خدت نصحته بجد حرفيا. فابتديت أدور على أرض جديدة وعلى فأتحت الفرصة إن أنا أسافر في بلاد كتيرة حوالين العالم،
واكتب روايات عن الاماكن اللي انا شفتها، وكمان انا مغرب بالتاريخ فبقيت بغوص في التاريخ. لك اعمال كتيرة لها علاقة بالتراث. هو ما فيش كاتب مصري يملك كل هذا الكم من التاريخ المتصل من 3000 سنة ويهمله. تراث غني جداً.